السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سألتش نفسك ليه دايما بتوع الشروحات بيقولوا لك استخدم العرض بإصدار سطح المكتب؟ ليه أنا بستخدم جهاز الكمبيوتر ولو حبيت تستخدم العرض بإصدار سطح المكتب أنا حاسب لك في صندوق الوصف رابط تقدر من خلاله تستخدم جهاز الهاتف المحمول بتاعك كأنك بتستخدم جهاز الكمبيوتر تماما. معظم اليوتيوبر المشاهير بيستخدموا أجهزة الكمبيوتر أو اللاب في رفع ونشر مقاطع الفيديو على اليوتيوب دون استخدام الهاتف المحمول. أكيد حضراتكم كان لازم تسألوا نفسكم ليه. أنا هسرد لحضراتكم مجموعة مميزات وبالدليل كل الكلام ده هيساعدك ان انت تنمي وتطور قناتك وتزود مشاهداتك وتزود المشتركين وتزود الارباح، بس شرط يكون عندك شوية صبر وجلد، شرط يكون عندك استمرارية ولا تلتفت الى التعليقات السلبية. اولا بالعرض بإصدار سطح المكتب أو باستخدام أجهزة الكمبيوتر حضراتكم لازم تعرفوا المميزات اللي انت هتقدر تستخدمها الآتية، وفي الآخر بالدليل هعرفك الكلام ده كله خطوة بخطوة. أول حاجة هتقدر ان انت تضيف شاشات النهاية، تاني حاجة هتقدر تضيف البطاقات، تالت حاجة هتقدر تعمل ترجمة للفيديو، رابع حاجة تقدر تعمل ترجمة للقناة لجميع اللغات اللي انت عايزها عشان توصل قناتك لكل لغات العالم. كمان هتقدر تعمل الهاشتاج، هو موجود في الهاتف المحمول ايضا لكن في سهولة في عمل الهاشتاجات في وصف الفيديو باستخدام العرض بإصدار سطح المكتب كأنك بتستخدم جهاز الكمبيوتر تماما. هتقدر تستخدم علامة الآت الإشارة إلى القنوات الأخرى، هتقدر تستخدم أداة التعديل اللي من خلالها تقدر تعمل قص أو تعتيم أو إخفاء لأي جزء من الفيديو في أي مشاكل بالنسبة لك من حقوق طبع ونشر أو ما شابه ذلك. هتقدر كمان تستخدم أداة التحقق من حقوق الطبع والنشر ومدى وملائمة الفيديو للمعلنين، هي أصبحت متاحة أيضا بالنسبة للهاتف المحمول، لكن بالنسبة لموقع الويب من الهاتف المحمول الموقع الإلكتروني المخصص للعرض بإصدار سطح مكتب أفضل بكثير كأنك بتستخدم جهاز الكمبيوتر. أهم حاجة بقى أن أنت على المتصفح هتقدر تضيف أهم أداتين فيد اي كيو او تيوب بادي، وحوريك بالدليل ازاي انت بتقدر تحلل الفيديو من خلال العلامات او الكلمات المفتاحية اللي انت ضفتها في الفيديو قبل النشر على اليوتيوب، تعرف درجة السيول اللي انت طبقتها على الفيديو، تقدر تعرف كمان هل الفيديو ده انت وصلت بيه لدرجة كام من 100 من السيول. دي مجموعة مميزات تتعدى ال 13 او 14 ميزة، عشان كده اليوتيوبرز الكبار وقنوات الشروحات دايما اما بيقدموا معلومة لحضراتكم بيشتغل على جهاز الكمبيوتر، هو بيدير القناة وبيدير حساب قناته من خلال جهاز الكمبيوتر ولا يلتفت الى الموبايل الا يعني في اوقات معينة. عشان كده انا بقول لحضرتك لابد وان انت تستخدم موقع الويب من الهاتف المحمول كأنك بتستخدم جهاز الكمبيوتر تمام عشان تقدر تستفيد بالحاجات اللي انت هتشوفها في الشرح العملي. يلا بينا. انا عايزك تركز معايا، دي قناة مفعلة الربح باليوتيوب، دي خانة تحقيق الربح، بصي البنزر هو بيهنك هنا ادارة حسابك، تحقيق الربح بين اليوتيوب بطرق مختلفة، استخدام موقع الويب، دي قناة غير مفعلة. خانة تحقيق الربح لو ضغطت عليها لايدك الشمال هو هنا بيعرفك تحقيق الربح، شروط تحقيق الربح والكلام ده كله. تمام، يلا بينا ندخل على قناتي او على متصفح جوجل كروم عندي من الهاتف وشوف انا ايه اللي بيحصل عندي. هتلاحظ اول حاجة هنا اللي تحت علامة اليوتيوب التصفح المستمر، ده الشريط اللي فوق ده اللي فيه الفيسبوك وتويتر وترجمة جوجل واليوتيوب وجوجل تحت التصفح المستمر. لو انا ضغطت على التصفح المستمر هنا الاستوديو اليوتيوب هتلاحظ ان هو هيحولني على طول بشكل مباشر الى استوديو يوتيوب قناتي، زي ما انت شايف كده حولني على استوديو يوتيوب القناة بشكل مباشر. طيب انا هزيل علامات التبويب كلها وارجع تاني من الصفر مع حضراتكم عشان اوريك انا بشتغل ازاي على الهاتف المحمول بتاعي كأني بستخدم جهاز الكمبيوتر. لو انا جيت ضغطت هنا في علامة التبويب دي على يوتيوب لاحظ ان هو
فتح لي يوتيوب كأني بستخدم جهاز الكمبيوتر تماما، موقع الويب من الهاتف المحمول. أنا ولا كتبت تسجيل دخول يوتيوب ولا حاجة في متصفح جوجل كروم ولا أي كلام من ده خالص، تمام؟ أدا صفحة موقع يوتيوب كأني بستخدم جهاز الكمبيوتر وأنا بستخدم الهاتف المحمول. تعال نضغط على صورة القناة عشان أدخل استوديو اليوتيوب، واجي على استوديو يوتيوب واضغط ضغطة مطولة، تمام؟ وبعد كده أختار فتح في علامة تبويب جديدة، فتح في علامة تبويب جديدة هيقلني على طول على استوديو يوتيوب القناة، تمام يا شباب؟ أنا كل حاجة بعملها قدام حضراتكم، مش حجر الفيديو ولا حاجة حتى لو كان النت ضعيف، عشان كل حاجة دخلني على استوديو يوتيوب القناة زي ما انتوا شايفين حضراتكم، كأني بستخدم جهاز الكمبيوتر تماما عشان أقدر أستخدم كل المميزات اللي بيستخدمها اليوتيوبرز الكبار. هشيل وزيل علامة التبويب دي تماما، واجي بعد كده اعرف حضرتك حاجة مهمة جدا. لو انا دخلت على ايقونة ادسنس، لاحظ ان هو كأني بستخدم جهاز كمبيوتر، انا ما ضغطتش على ثلاث نقاط واخترت العرض بالزر سطح المكتب. لما جيت ضغطت على الثلاث نقاط ظهر لي اللي انا معلم عليها باللون الازرق زي ما انتم شايفين حضراتكم، مع اني ما عملتش الكلام ده. ده هتلاقي كل الكلام ده فيديو انا سايبه لكم في صندوق الوصف، تمام؟ طيب لو دخلت على جوجل ترانسليت او ترجمة جوجل، كأنك بتستخدم ايضا جهاز الكمبيوتر تماما. بينا على احد الفيديوهات بقى ونشوف اداة الفيد اي كيو او اداة تيوب بادي، وازاي بتوريني الرانك بتاع العلامات الدلالية اللي انا حطيتها في الفيديو على بحث اليوتيوب، كمان بتديني درجة السيو اللي انا عملتها على الفيديو. انا هنا الفيديو ده 48.7 من 10 من 50 و48.7 من 10 من 50، وده الرانك والترتيب بتاع العلامات الدالية اللي انا اخترتها في الفيديو زي ما انتم شايفين حضراتكم. الكلام ده فيه صعوبة ان انت تستخدمه من الهاتف، لكن اداة فيد اي كيو انا هسيب لكم ايضا فيديو في الوصف هيعرفك ازاي ان انت تعمل لها اضافة على الهاتف عشان تقدر تستخدم المميزات دي بالنسبة لرانك العلامات، وان انت تستخدم ازاي العلامات اللي عليها بحث. هو بيساعدك، الاداة بتساعدك، وانا هقدم لكم فيديو كمان ازاي انت تستخدم اداة فيد اي كيو. زي ما انتم شايفين حضراتكم ده فيديو تاني غير الفيديو الاول، زي ما انتم شايفين كده رانك الكلمات من 3 و2 و4 وهكذا، تمام؟ كمان السيو، درجة السيو من 100 بيديلك كام من 100. هنا ايضا الفيديو ده 48.7 من 10 من 50 و48.7 من 10 من 50، هعرفك في فيديو ان شاء الله جاي بعد كده انت ازاي تستخدم اداة فيد اي كيو، ازاي توصل لدرجة سيو 100 من 100. درجة السيو معناها ان انت طبقت خطوات السيو صح، هتزود مشاهداتك، هتزود المشتركين، هتزود الارباح، بس زي ما قلت لحضراتكم شرط ان انت يكون عندك استمرارية وصبر، شرط الاستمرارية والصبر. دول الاداتين تيوب بادي وفيد اي كيو اللي احنا بنستخدمهم. دي البطاقات اللي انا شورت لك عليها اعلى الفيديو، ودي شاشات النهاية اللي بتظهر في اخر 20 ثانية من الفيديو. الكلام ده كله مش هتقدر تعمله الا باستخدام موقع الويب من الهاتف المحمول او بالعرض باصدار سطح المكتب. كمان هنا درجة السيو، الرانك بتاع الكلمات المفتاحية سواء كان في اداة تيوب بادي او اداة فيد اي كيو. كل الكلام ده شباب مش هتقدر تعرفه وتستخدمه بالهاتف المحمول فقط، لابد من استخدام موقع الويب من الهاتف المحمول او الموقع الالكتروني المخصص للعرض بالاصدار سطح المكتب او سطح المكتب. الكلام ده كله هتلاقيه في 2 فيديو موجودين في وصف الفيديو عشان تزود مشاهداتك والمشتركين وتزود الارباح كمان. تحياتي شباب، تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.